السؤال الاول، كي كيجيك حليوه؟ وانا حليوه، انا كان كيسحاب لي اغنيه ملي قلبت عليه لقيته مغني. السؤال الثاني، ملي تفرجتي في حليوه كي جاك؟ وملي دخلت شفتو لقيت كاع الاغاني ديالو كينقص فيهم، عاد عرفت علاش رابطو البيك حداه في ديك لافيش. السؤال الثالث، حكي لينا على دور فرعون اللي لعبتي في حديد دان. وبيني وبينك، انا اللي اختاريت دور فرعون باش ندهشر حليوه. انا متاكد من اللي غيشوفني بهذيك الشخصيه وبهذيك اللبسه غيولي غني الامداح. بالنسبه لي انا ما كملوش خدمتهم، بحال دابا انت الطوموبيله اش مخليهم هنايا شي ستاسيوني شي زيرو عباد الله شي بغاو يتمشاو، على الاقل يكملوا خدمتهم ديال هاد لي باري اللي داروا هنايا، يكملوا خدمتهم ويطلعوا ما يخليوش الطوموبيلات كاملين يهبطوا. ما تظنش يديروا حتى شي عساس بحال هكا؟ بحال هكا تقريبا، كاينين بزاف ديال الافكار اللي ممكن يطبقوهم، ولكن هما ما فهمتي تيخدموا غير نص خدمه وتيمشيو فحالات ويجمعوا فلوسهم وتيمشيو. اللي يقرر في النقل هو مجموعه تجمعات العاصمه اللي كيراسها السي جامع المعتصم، اذا ما كاينش هذه الفكره ولا هذا النقاش ولا هذا. كان واحد الكلام قديم عامين هذه تكلمت عن تجربه طوكيو في الحافلات ديال المترو في اوقات الذروه، قلت هذا في طوكيو فقط، ما عندناش بالنسبه للحافلات في الرباط، لانه ما يمكنش نديروا 1000 حافله كتسيركلي في الرباط، 500 للرجال 500 للنساء، هذا كذب في كذب واصحابه يتحملوا المسؤوليه. ولكن حشومه عليك بابا، انا بغيت ندير عرس ويجوا صحابك كاملين يغنيو كما درتي مع اختي. عندي فكره، انتم جيبوا صحابكم وهو يجيب صحابه ويطلع عليكم العرس فابور. صافي، تا هذا البلان ناضي. لا اسمح لي، الا جاوا دوك صحابه انا ما نغنيش، ما يمكنش نتخلط انا مع اصوات كلها لوطوتين، انا بعدا اصواتهم ما كنفرقش بيناتهم، كيجوني بحال اللي كيغنيو في جعبه. Le chapelet, à mon sens, ça permet d'éviter des erreurs. D'un, de deux, chaque fois qu'on veut faire un nombre élevé de chapelets, on peut s'en servir. Sinon, avec les doigts, on peut se tromper facilement. Et le nom de Dieu, quand on le pratique, il faut éviter. Le منتخب مستدير النقاط، جاب مستدير النقاط في إحصائيات ديال كأس إفريقيا، في مباراة مع غينيا باش ندخل دور المجموعات، دخلنا دور المجموعات في هاد الإكراهات، وكما تنقولوا حداك لفعة، لفعة اللي عندها علاقة كبيرة مع اللاعبين، وما استطاعش يزعزع ولا زغبة في العمل اللي كان دير. ما خديناش البي والبي مدوبله فوا 3، اي بي بغيتي لا ديال 30 ولا ديال 50 ولا ديال 100 درهم ولا ديال 250 مدوبله فوا 3، دونك ديال 30 درهم دابا وصلت 90 درهم، ما يمكنش ما ناخذوهاش. معكم الناس، جينا من السونتر ديال مراكش واتجهنا نحو اوريكا ان شاء الله باش نفطروا هنايا، والاجواء علاش جينا هنايا حيت لقاو راحتنا هنا حدا الواد، وكما كتشوفوا هنايا الواد والراحه، الناس واخدين راحتهم وكيفطروا هنا حيت كتعجبهم الاجواء هنايا مع حدا الواد، وراك كما كتعرفوا مراكش شويه سخونه وداكشي علاش كيجيو الناس لهنا باش انهم يرتاحوا. غتشوفوا معايا واحد شكيلات متنوعين من جليلبات عمليين وديال السهرات.